الشجاعة هي خيط الضوء في أوقات الخطر، وقد وعت جمان معنى الكلمة حين رأت عبد القادر يلقي بنفسه إلى الخطر بإرادته. الذي لا أفهمه هو ما الذي جعله يتصرف هكذا؟ سمعت أنه قد هدد بالقتل إذا رفض العرض. كفنان كان يجب عليه أن يبدي نوعا من المقاومة. لا أحد يحب أن يخسر حياته كما تعرف. جريمة لا تغتفر. كيف تجرأ على افتتاح المسرح؟ لا تتحدث بصوت عالي. خذ شمعة من فضلك، هذه شمعة لك، خذ شمعة من فضلك. هيا آنسة، كل شيء على ما يرام. آمل ذلك يا سيدي. سأدعك تهربين بأية وسيلة، لذا لا داعي للقلق. آسف لأسلوبي في الحديث، حين سألتني عن السيد عبد القادر جميل آسف جدا. لا عليك، الناس جميعا يحبونه بالفعل، لكن خوفا من عيون الأعداء لم يكن أحد يستطيع الاقتراب منه. نحن في زمن لا نستطيع أن نقول فيه شيئا. دعيني أخذ شمعة أيضا. كنت بالفعل أريد أن أحضرك لهذه الحفلة في ثوب يعبر عن ذوقي. متى أظهر كما أحب أن أظهر؟ ثوب أنيق يزداد أناقة مع ضوء الشموع. يجب ألا تظهري هكذا لأن الناس لا يحبونه. دعيني أخذك إلى صيد الأرانب ذات يوم. هل تعرفين لماذا؟ لأنه كلما حاولت الأرانب الهرب بعيدا من الصياد ازدادت متعة الصيادين بالمطاردة. ازدادت متعة الصيادين بالمطاردة. مرحبا. نعتذر، فاجأناك. جمان، أمل، نبيل، أنا سعيدة بكما. ما الذي جاء بكما إلى هنا؟ هل عرفتما شيئا عن حسان؟ لقد انتهى البوليس من البحث عن حسان. لقد سمعت أنهم قد فتشوا كل ضفة النهر، لكنهم لم يستطيعوا العثور عليه حتى الآن. جمال، جمال. جمان، لا 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 لا. جمان، أنا جمان، جمان فريد رؤوف. حسن، نعم حسن أخبرني، حسن قال لي ذلك. حسن حي. لقد فعل الصواب حين أنقذك من قلعة السيد شاكر. لا يمكن أن يكون قد غرق في النهر. أنا متأكد من أنه حي في مكان ما، وسوف يتحدث معك بلطف ذات يوم. والآن استمعي، سوف نهرب من هنا أنا وأنت بأي وسيلة، اعتمدي علي. شكرا جزيلا. اتخذ إجراءات أمنية فعالة وشدد الحراسة على المكان.
لا تهتم، أنت تعرف أن السيد عبد القادر مكشوف لعيون المشاهدين، لن يكون بإمكانه الهرب من خلال العرض. عليك أن تتخذ الاحتياطات اللازمة. يا عبد القادر جميل مات منذ 6 سنوات، أنا مجرد ظل له فقط. إذا يا لك من محتالة. فلن أسلم اللحن للأعداء. قلت لك يا عبد القادر جميل مات منذ 6 سنوات. المرأة الآن نستطيع الحقد عليهم دون تردد. أسأنتقم؟ نعم. Thank you.
شددوا الإجراءات الأمنية. حسناً. هنا الثلاثة. هذا يبدو جيداً لخطة الهرب. المؤثر الخاص والآن أضيء الشموع. المؤثر الخاص ليس سيئا إذا حصل لفترة. هذا لا يروق لي، فالموسيقى شيء تستمع إليه بأذنيك. كم هو جميل هذه الموسيقى الرائعة. زهرة الجبل، إنها زهرة الجبل، اللحن الملاحن. زهرة الجبل، إنها الموسيقى المناهضة للأعداء، رائع. موسيقى زهرة الجبل، أجل. توقفوا، أوقفوا العرض. أضيئوا الأنوار، لقد ذهب إلحقوا به. أضيئوا الأنوار، ما الذي يجري هنا؟ أضيئوها. عبد القادر لم يستكمل الحركة. فتشوا القاعة بدقة. أضيئوا الأنوار، ما الذي يجري هنا؟ هيا أضيئوها. أغلقوا كل المداخل وفتشوا القاعة بدقة. هل هو هناك؟ ماذا عن ناحيتك؟ اصحى السلم. أشيب، افتح هذا الباب، أقول افتح. Perché non c'è luce? Signore, qualcuno ha manomesso il quadro elettrico. Alper Rose, Alper Rose, tu. يا زهرة الجبل يا أجمل الأشياء. Le catene spezzerò. Tu smettila di cantare, zitta!
يا زهرة الجبل يا زهرة الندية يا زهرة الأمل يا زهرة الحرية يا زهرة الأمل يا زهرة الحرية. I partigiani hanno aiutato Aschenbach a fuggire. Cosa? Vado a controllare il muro di cinta. Tu tieni gli occhi aperti. Signor sì. شجاع كن حريصا أرجوك. عبد القادر اعتني بنفسك، فالوطن بحاجة لموسيقى. أشياءك على بسيط. بسرعة. وحيدة. قال الطبيب إنه يتوجب عليك ألا تذهب وحدك. نعم أعرف ذلك. إذا شعرت بالألم فلا تتردد بالإمساك بكتفي. شكرا جزيلا لك يا عبير. جمال أنا هنا يا جمال. وهكذا حمل القدر جمال بعيدا عن حسن.